فاز المصور الكويتي محمد مراد بالمركز الأول بفئة وجوه الحيوانات في مسابقة نيتشر إن فوكس 2021 العالمية في الهند، وذلك عن صورته ثعلب العرب. وقال إن صورة ثعلب العرب التي التقطها في الكويت هي للثعلب العربي الأحمر الذي يعرف في منطقة الخليج العربي بالحصني، وفي الخلفية تظهر الأضواء المحيطة. من جانبها ذكرت إدارة مسابقة نيتشر إن فوكس في بيان لها أن مراد أمضى أكثر من شهرين في مراقبة الحصني وتوثيق سلوكه، لافتة إلى أنه كسب ود هذا الحيوان الثعلب العربي الأحمر وبات يألف المصور الكويتي بعد أن كان يفزع منه في البداية.